إبراهيم مراسل شبكة شام الإخبارية في إدلب. أهلا بك محمد. بخصوص ضرب طريق الإمداد في منطقة بس نقول، إذا كان لك أن تعطينا معلومات أوفى حول ذلك. نعم، يعني في ظل هذه العملية أو المعركة التي أعلنها عناصر الجيش الحر لضرب الأوتوستراد الدولي ما بين أريحة ومحنبل، تدور اشتباكات عنيفة بين كتائب الجيش الحر وقوات الأسد بعد أن أعلن الجيش الحر منطقة الأوتوستراد الدولي من أريحة شرقا حتى بسنقول غربا منطقة عسكرية مغلقة لدحر قوات الأسد وقطع طريق الإمدادات العسكرية على محافظة إدلب بالكامل واستهداف الحواجز كافة. تم من خلالها تدمير حواجز منها الكهرباء والمجبل، والآن حتى الآن الاشتباكات عنيفة والحصار الخانق على هذه المنطقة منطقة بسنقول من قبل عناصر الجيش الحر مع حصار مدينة إدلب بالكامل التي ما زالت حتى الآن معقلا من معاقل الأمن والشبيحة، محاصرة كاملة حتى الآن. تقوم اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش الحر لمحاولة قطع الإمدادات العسكرية المتوجهة إلى المدينة والريف. في مدينة محنبل أيضا تتصاعد على ألسنة الدخان في حاجز المعصرة جراء القصف عليه من قبل عناصر الجيش الحر، فيما تتعرض سنقول لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة من حاجز المعصرة على البلدة في ظل الاشتباكات مع عصابات الأسد على أوتوستراد حلب اللاذقية. يعني بسنقول يمكن أن نقول أنه هي يعني نقطة مثلا هامة مركزية بالنسبة لقوات النظام في حال أنه تمت السيطرة عليها من قبل عناصر الجيش الحر، معنى ذلك أنه قطعتم شريان الإمداد لجيش النظام. نعم، يعني بسنقول تقع في القرب من الأوتوستراد الدولي كما ذكرنا ما بين أريحة ومحنبل وهو استراد حلب اللاذقية، يعني ملغم الإمدادات العسكرية تأتي عن طريق هذا الأوتوستراد. لذلك عندما أعلنت هذه المعركة فقد أعلنت السبب الرئيسي هو قطع الإمدادات العسكرية التي تنتقل سواء إلى الريف الإدلبي أو إلى المناطق الشمالية الأخرى. طيب إضافة إلى هذه المناطق التي تحدثنا عنها، هل ثمت اشتباكات أيضا مثلا ما زالت مستمرة في مناطق أخرى في المنطقة؟ نعم، يعني لا ننسى أنه منذ قليل تم إسقاط طائرة مروحية فوق حاجز الخزانات في مدينة خان شيخون على أيد أبطال الجيش الحر بعد أن كانت هذه الطائرة تحاول قصف القرى المحيطة في مدينة خان شيخون. يعني معظم مناطق إدلب أيضا تتعرض للقصف العنيف سواء بالمدفعية الثقيلة أو بالطيران الحربي، يعني انتقاما من المعارك التي يعلنها الجيش الحر دائما في ريف إدلب لتحرير هذه المناطق. يعني بعض الأماكن التي نستطيع أن نذكرها التي قصفت بالطيران الحربي هي بيكون من قرى بسنقول وجبل الزاوية وبينش. يعني بينش هذه القرية أو المدينة تتعرض يوميا لقصف عنيف بسبب تحرير حاجز الإسكان العسكري الذي يقع أيضا بالقرب الذي كان يقع بالقرب من مدينة بنش، ومدينة بنش التي تقع بالقرب من قرية الفوعة الشيعية وكفرة. يعني دائما يأتي القصف العنيف على هذه المدينة من قبل هذين القريتين الشيعيتين. هل هناك مناطق يمكن القول بأنه عناصر الجيش الحر تسيطر عليها بشكل كامل؟ نعم، نستطيع أن نقول أن العناصر الجيش الحر تسيطر على معظم المناطق في ريف إدلب، يعني ولكن ما زالت هناك بعض النقاط العسكرية، يعني كالنقاط العسكرية التي ما زالت متواجدة في محنبل ومعسكر وادي الطيف والحمدية والمدينة خان شيخون ما تزال فيها حتى الآن بعض المعسكرات العسكرية. يعني نستطيع أن نقول أنه من يريد الدخول إلى ريف إدلب يستطيع التجول بحرية، ولكن الخوف دائما يكون من القصف العنيف الذي يأتي من الحواجز بالصواريخ بعيدة المدى وبراجمات الصواريخ. محمد الإبراهيم مراسل شبكة شام الإخبارية في إدلب، شكرا جزيلا.